كانوا بنزولنا في الشوارع في 30 يونيو يعني أنقذنا بلدنا من شر هذه الجماعة الإرهابية ومن الجرائم الكبيرة اللي ارتكبوها في حق الشعب المصري. والحقيقة أنه 30 يونيو مش بس أنقذت مصر، لكن زي ما كنت بقول لحضراتكم وإحنا بنبتدي الحلقة أنه كمان أنقذت المنطقة من شر هذه الجماعات الإرهابية. خلونا نتكلم بالتفصيل أكتر عن استعادة هويتنا المصرية من هذه الجماعة الإرهابية مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. يمكن بنتكلم انه الحقيقه انه الفشل كان العنوان الاول لهذه الجماعه الارهابيه من اليوم الاول لحكمهم لمصر، واحنا بنشوف ازمات بقى حقيقيه، ازمات بنزين وازمات غاز وازمات بوتاجاز وازمات نفسيه للشعب المصري ما كناش بنعيشها قبل كده، خلت الشعب المصري اللي لسه كنا بنقول انه شعب مش بتاع يعني اختلاق لازمات او شعب طيب بطبعه ينزل الشارع ويخرج عن أي أصول كنا شفناها قبل كده وينفعل بهذه الطريقة ونثور على حكم ما كملش سنة ونفهم بدري بدري الحكاية، وحتى كان في سوء إدارة حتى لهذه الأزمات. حضرتك قريت كل ده إزاي؟ أنا في تقديري أنه 30/6 يعني هي حقيقة يعني هي ما كانتش إنقاذ بس لمصر كدولة، يعني هي كانت انقاذ المنطقة العربية، بدليل انه احنا لو تتبعنا الاحداث قرينا شوية رجعنا ورا الاحداث هنلاقي ان كان في مخطط اقليمي انه المنطقة دي يحكمها الاسلام السياسي. كان عشان نرجع برضو شوية ورا لما حصلت احداث سبتمبر الشهيرة كان مراكز البحث الاوروبية والامريكية قدمت تصور مهم للحكومات انه المنطقة دي عندها مشكلة والمشاكل دي هترتد في صدر الدول الأوروبية والأمريكية، وإنه العمليات الإرهابية اللي تمت في سبتمبر مردها الأساسي دعم الحكومات الأوروبية والأمريكية للدول في المنطقة العربية. صحيح. وإنه لازم طب كان إيه الحل؟ قدموا الحل الشهير إنه الإسلام السياسي يحكم المنطقة، يعني خلاص نسيب لهم المساحة يتولوا السلطة في بلادهم. ده حصل بالفعل. فرتك عندها انه حصلت عمليات تحريك في دواخل الدول العربية والمنطقة، وحصل ضغط شديد جدا على الحكومات والدول العربية نتج عنه العشر سنين اللي احنا شفناها بتاعت الثورات. العشر سنين اللي فات دي كانت عشر ثورات قاتلة ومميتة، لدرجة انه عدد من الباحثين وحتى المسؤولين الكبار سألوا بس الضريبه هتكون كبيره لانه هتكون في فوضى، وخرج ساعتها مصطلح الفوضى الخلاقه لانه قال لك خلاص احنا المنطقه تخش في فوضى وهذه الفوضى هي التي تخلق المساله. تنظيم الاخوان في الوقت ده قدم نفسه وكان بيقدم نفسه للدول الاوروبيه والمراكز البحث انه تنظيم جاهز وانه عنده قدره على الاداره وانه عنده مخطط وانه يستطيع انه هو وبراغماتي انه حتى المشاكل الكبرى اللي ليها علاقه باسرائيل مع المنطقه هو يقدر يحلها. قدم الصوره دي ونتج عن ده انه الفوضى اللي اتخلقت في المنطقه ان يخرج منها تنظيم الاخوان يقدر يتولى السلطه. كل ده كان ماشي ومش مظبوط بالمناسبه ومش صح لحد ما تولوا السلطه. لما تولوا السلطه نتج عن ده ايه؟ نتج عن ده انه مشكلتين كبار، انه فكر الناس دي لا يتواكب مع فكر الناس المصريين. مثلا على سبيل المثال لو نتكلم على الحاله المصريه كنا بنسمع كده تعبير انه مصر كبيره عليهم. مصر كبيره لانه مصر تنوع، يعني مصر دوله فعلا عندها تنوع ثقافي وعايشه بيه، وده سر تميزها. يعني الولايات المتحده الامريكيه سر تميزها ونجاحها التنوع اللي موجود فيها. التنوع اللي موجود في مصر ده قديم وازلي من زمان. مصر طول عمرها كده، طول عمرها قائمه على التنوع. حتى قبلت التنوع، يعني قبلت محور التشدد لأن مصر تولد فيها التشدد، يعني تنظيم الإخوان ده تولد في مصر قبلته، والتربة المصرية يعني شافته. طيب في النقطة دي تحديدا وحضرتك رجعت لتأسيس الجماعة في سنة 28، بيدعي التنظيم إن نهج العنف اللي انتهجه خلال الفترة اللي فاتت هو نهج طارئ عليهم، لكن الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية حضرتك من أفضل الناس اللي ممكن يكلمنا عن ده، إنه نهج الجماعة هو نهج الإرهاب، هو نهج العنف، حتى إن حسن البنا في خطاباته زمان كان دايما بيوجه إلى إن الحكم هو ركن من أركان الإسلام. لا، الحقيقة إنه نهج العنف هو نهج حقيقي في تنظيم الإخوان.
هم نفسهم عارفين الكلام ده. هو 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 اللي حصل انه بس قعد 40 سنه لما دخل في معادله سياسيه مع نظام الرئيس السادات مع الرئيس مبارك. بس هو هو كان كمون فقط لغير. هو استخدم العنف مع الملك فاروق، قتل رئيس وزراء وقتل وقتل نائب عام. يعني استخدم العنف قاضي القضاء احمد الخزندار عشان نفكر الناس برضو بالجرائم دي حتى لا ننسى. بعد كده رجعت الجماعه في عهد ثوره يوليو، استخدم العنف لما اختلف مع الرئيس عبد الناصر استخدمه. وبالمناسبه هو استخدم العنف مع الرئيس عبد الناصر نفس الاستخدام ده بس المره دي كان على اكبر. يعني يعني مثلا على سبيل المثال بما ان احنا قاعدين على النيل، هو كان عنده مخطط تفجير القناطر الخيريه ايام عبد ايام الرئيس عبد الناصر. ده كان مخطط واضح جدا ودي كانت قضيه شهيره. النهج العنف نهج اصيل في تنظيم الاخوان. الكلام عن غير كده ده كلام ادعاء. لا واحنا كمان شفنا ده وعصرناه يعني في ايام حكمهم لينا، يا نحكمكم يا نقتلكم. هو بيمتاز بانه دايما كانت تهديدات ووعيد واضح يعني على على القنوات. يعني بيمتاز بفكره الكذب. هو يكذب يكذب حقيقة. يعني يعني الكذب عنده نهج وهو مستباح شرعا بالمناسبة ويقدر يعني يمنهجه. هو لما جه يستخدم العنف المرة دي استخدمه عن طريقين. الطريق الأول التنظيم نفسه. التنظيم نفسه كون مجموعات من الجماعات الصغيرة، حسم والثورة، واستخدم العنف بشكل مباشر وتحالف حتى مع الجماعات اللي هي اللي تنتهج الانتهاج العنف صراحة. هديك مثال، هديك مثال. احنا عندنا منهج داعش منهج واضح جدا جدا. وبالمناسبة انا احترم داعش على الاخوان بالمناسبة. يعني يعني لما تيجي تتكلمي عن، لانه داعش واضح بيجي يقول لك انت كافر، انت تستحق القتل، انت انت انا منهج الخلافة، انا 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 انا. الاخوان بيعمل ده بس ما بيقولش، يقول لك انا ما بقولش كده. يعني مثلا لما تبص على منهج داعش والاخوان في الحاله المصريه منهج متحد. الدوله المصريه كفره عند داعش، الدوله المصريه كفره عند الاخوان المسلمين. الدوله الجيش المصري كافر عند ومرتد عند داعش، الجيش المصري كافر ومرتد عند الاخوان. ويمكن التسجيلات اللي شفناها مؤخرا يا استاذ احمد وشافها المصريين جميعا اظهرت الوجه الحقيقي لهذه الجماعات. المره دي في 30 يونيو الصوره وضحت. يعني يعني الصوره كانت واضحه شديده الوضوح، واضحه. احنا احنا الحكومات وانظمه وباحثين ومهتمين ونخب واعلاميين كانوا يعلموا حق تنظيم الاخوان. للمره دي المكشفه كانت اكبر واوسع. صحيح. مع الشارع المصري شافوهم. بس انا انا واقف عند منطقه، حتى كنا بنتكلم قبل انه الاخوان ان الناس بتنسى. يعني المصريين بينسوا بينسوا لسببين. المصريون المصريين بطبعهم شعب طيب وغير دموي ولا يميل للعنف بطبيعته. يعني هو منهجه اصلا سلمي لانه 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 تنظيم نهري قايم على الحب النماء والحياه. البلاد اللي بتقوم على الانهار يعني هتلاقي فيها عامله حضارات عظيمه. يعني النيل وحتى في الصين قائمه على الانهار. يعني النيل بيخلق نماء وحب وحياه، يعني يكره العنف. هم المصريين بينسوا لان هم اهل حب، يعني بطبيعتهم اهل حب، فهم بينسوا اللي بيعملوه الاخوان نسيوا. انا بقول لك اهو احنا بعد 9 سنوات من ثورة 30 يونيو، 9 سنوات المصريين نسيوا. انا بقول لك اهو. طيب عشان المصريين في الشارع نسيوا. بس ده مش عيب في المصريين، مش عيب في المصريين، لانه انا زي ما قلت لحضرتك المصريين ناس طيبين. هنا واجب على الدولة، لكن الدولة الدولة التي يجب الا تنسى. في السنين اللي فاتت في الأنظمة اللي فاتت الدولة كانت بتنسى. المرة دي لا، الدولة مش ناسية. عشان في دم خلاص، لا تصالح يعني. ما كان في دم قبل كده. لا، هنا في إرادة حقيقية لاستعادة الوعي. هنا الوعي إنه الدولة مصرة على إن الوعي يرتفع، على إن المصريين يبقوا عارفين عشان ده ما يتكررش. صحيح، عشان يعرفوا تاريخهم. طب وعشان كده التوثيق ازاي تمت عمليات توثيق لهذه الجرائم؟ وهل في دراسات اتعملت على العنف الممنهج اللي كان بيقوم بيه اللي كانت بتقوم بيه جماعة ارهابية؟ انا في تقديري التوثيق مش على المستوى المطلوب. لكن حصل حاجة مهمة جدا، تم توظيف الدراما، وده حاجة عمل عظيم بالمناسبة. في حفظ، ودي اللي لسه اللي كنت بقول لحضرتك عليها، التسجيلات اللي يمكن خلت من يعني يمكن كان لسه متعاطف او لسه مش مدرك الوجه الحقيقي لهذه الجماعات ادرك ده بشكل كبير. لا، الدراما كانت عظيمه،
الدراما كانت عظيمة، وأنا أتمنى أن يستمر هذا النهج. يعني لازم كل سنة يبقى عمل على مستوى الاختيار في الوقت. احنا عملنا العنف والاختيار المرة الأخيرة، وثق اللحظات المهمة جدا، وثق توثيق أمين الناس شافته فاكراه. أنا برضو أتمنى لأنه برضو هناك قصص تروى، يجب يعني في اعتصامات رابعة والنهضة، في حكايات كثيرة جدا جدا جدا، في تحديات على فكرة بعد 30 يونيو. صحيح، كان في تحديات ضخمة على فكرة. التحدي بعد 30 يونيو كان يساوي تحدي 30 يونيو نفسه، إن البلد كانت داخلة في مشاكل. يعني مثلا الحرب مع الإخوان بعد 30 يونيو كانت شرسة وكانت صعبة وكانت قاسية جدا، وفيها لحظات قاسية كادت أن تقسم الزهور، لكن هي البلد دي يعني هو ولادها، يعني ولادها أبناء مسؤولية، يعني يتحملوا المسؤولية. أنا أتذكر كلمة للرئيس السادات لما تولى السلطة بعد الرئيس عبد الناصر، الجملة حتى ذكرها الفيلم السادات الشهير، قال أنا توليت السلطة البلد في وقت صعب جدا، بلد محتلة، جزء منها محتل، منهار اقتصاديا، وحتى الرئيس مبارك نفسه تولى السلطة عقب قتل رئيس دولة على شفا انهيار. أما الأخطر كانت في 30 يونيو، الدولة كانت منهكة للغاية، كانت على شفا جرف انهيار زي ما بيقولوا. القرار هنا كان صعب، يعني فكرة القرار ان الرئيس اللي خد القرار وهو وزير دفاع، وكان على فكرة كان شايف مخاطر كبيرة جدا، لذلك هو تدثر بالشعب. يعني انا اتذكر يعني لما دعا 26 يوليو قال المصريين اقفوا في ظهري، انتوا قولوا لي انتوا معايا وما لكمش دعوة، الباقي كله سهل. وده حصل على فكرة. لما نبص على 9 سنوات بعد 30 يونيو كيف كانت مصر وكيف اصبحت، انت واقف على رجليك، انت مريت بازمتين كبار، الازمتين دول يقسموا ظهر اي حد، اللي هو الكورونا، وانت كنت خارج من معترك سياسي ضخم، انت طالع من ترابط سياسي، انت ما وقفتش اصلا، ما وقفتش، ورغم ذلك لان انت كنت صادق في اصلاحاتك وصادق في قراراتك وخدتها على علم وعلى دراسة. والحرب الروسية الاوكرانية، الحدثين دول وانت طالع من اضطرابات سياسية كبيرة جدا، اضطراب سياسي ضخم هز دول اللي هو 25 يناير، واضطراب سياسي برضو ضخم اللي هو 30 يونيو، وتخرج منه واقف على رجليك، لا ده نجاح وتوفيق من ربنا ضخم. لذلك انا بقول لحضراتكم انه لا 30 يونيو لا يعني قصة كبيرة حقيقة، يعني عظيم. استاذ احمد، للعنف اشكال كتير، عايزين حضرتك توضحها لنا من قبل الثورة وفي الفترة اللي هي بعد الثورة حتى وصلنا إلى هذه المرحلة في العنف الفكري إنجاز التعبير. العنف أنا في تقديري التجرؤ على عقائد الناس ده أخطر شيء. التجرؤ على حريات الناس وتكفيره وتفسيقه، وأنا من أسف أقول لك إنه هذا التجرؤ قائم حتى الآن. يعني الجرأة في تيار عام كده خلقوا الإخوان اللي هو يتجرأ على حريات الناس ويتجرأ على عقائدهم، يعني ودي ما كانتش طبيعنا احنا، يمكن معروفين لا خالص مسلمين ومسيحيين بالوسطية اللي معروفة عندنا كله دايما، يعني كله ما فيش حد كان بتدخل لحد ما ظهر التنظيم ده وظهر على السطح وبوضوح في السبعينيات، ابتدى يتكلم عن عقائد الناس وعن لبسهم وعن عاداتهم وعن حتى عن ألفاظهم. صحيح، تيجي تقول له واحد والنبي لو سمحت يقول لك ايه، لا النبي دي كلمة مخالفة للشريعة، ابتدى يقف على كلام الناس البسيط اللي هو الصريح. تيجي واحد تقول له واحد صلى على المصطفى يقول لك لا النبي ما سموش المصطفى، ويدخلك في جدل وحوار. على فكرة الحاجات دي تبدو صغيرة، لكن انت تيجي تقول له واحد صباح الخير يقول لك لا فيش حاجة اسمها صباح الخير، فيها السلام عليكم. الكلام ده غير من عادات المصريين وغير من امزجتهم وغير من طبائعهم. هم وقفوا على الكلام ده وابتدوا يشككوا الناس في عقيدتهم، فابتدى الواحد يقول لك بدل ما يخش يقول لك ايه مساء النور، صباح النور، نهارك سعيد، جمل حلوه جميله كلها على فكره، وكلها ابتسامه وكلها رحمه وكلها حب وكلها كده، يقول لك لا ده مخالف العقيده، ويعمل كتب. وشفنا احنا الكتيبات الصغيره بتوزع في الجوامع كلمات تخالف العقيده، لا تقل صباح الخير، قل السلام عليكم، لا تقل مساء النور، قل السلام عليكم.
الحاجات دي تبدو صغيره لكن هي عملت هزه في المجتمع، بقت مشكله. واحده احنا بنشوفها بتموت، بتتقتل، بيعتدى عليها اعتداء حي على حقها الكبير في الحياه، فيطلع واحد يقول لك لا اصل دي ما كانتش محجبه، اعتداء على المفاهيم. ده مواضيع تطلع صحفيه قضت يعني عمرها كله في الدفاع عن القضيه الفلسطينيه فتموت قدامنا كلنا، فيطلعوا يقول لك ايه، ما يقول لا ما ينفعش الترحم عليها. ابتدوا يهزوا الناس في انسانيتهم، ابتدى الانسان المصري يقف يقول ايه ده، هي دي عشان مش محجبه تستحق تتذبح؟ يقول لك تتذبح عشان اصل هي مش محجبه. طلع واحد يقول لك ايه ده، انا حاولت اخليها تقول الشهاده وما قالتش، البنت اللي اتذبحت في المنصوره يقول لك لا اصل هي ما قدرتش تقول ما قالتش الشهاده. الكلام ده يعني عبر اللجان الالكترونيه على موقع، هي مذبوحه. انا بكلمك على الفكر ده، هي مذبوحه تقول ازاي الشهاده. ابتدى شوف احنا رحنا فين، احنا التيار ده ابتدى يفقد الناس انسانيتهم، يطلع يقول لك ايه ما ينفعش تترحم عليها عشان هي مش مسلمه. ابتدت الناس تصدم، الناس العادية صحيح. جدا ابتدى يتصدم، ازاي ما ترحمش عليه، ده حتى منح انساني بحت، منح فطري. يقول له لا اصل لازم الترحم ده مش عارف ايه ومش عارف ايه ومش عارف ايه، بيغيروا عقائد الناس. على فكرة ده اخطر ما في المسؤول. صحيح. الارهاب الارهاب الحركي ده بتواجهه قواتنا في الجيش والشرطة، بيواجهوه وعندهم خبرة بيه ويقدروا، وعلى فكرة وخلصوا عليه الحمد لله رب العالمين. اما الارهاب الفكري، التغيير الفكري، اللعب في الافكار، ده اخطر ما في المسألة. صحيح. تغيير امزجة الناس وتغيير فطرتها العادية. التيار ده كان انا للأسف اقدر اقول لك انه ما زال موجود، وما زال يعني، بس ده لانه ده ليه 50 سنة ابتدى يغير في عقائد الناس، وابتدى يتجرع على عقائد الناس ويتجرع على حرياتها. استاذ احمد، بان الشعب المصري مش عايزه، مش عايز حكم الاخوان، مش عايز تيار الاسلام السياسي. الشعب مش عايزهم، انا معاك، احنا تخلصنا منهم فيزيكال يعني مش موجودين، ده حقيقه. بس هما كمان يا استاذ احمد ما كانش يفرق معاهم الشعب عايز ايه اصلا. نعم. كانش يفرق معاهم الشعب المصري عايز ايه اصلا. هو ما كانش فارق معاه، بس هو كان بيغير على الارض. يعني هو ده خطوره هذا التنظيم، التنظيم ده خطر جدا، من اخطر ما يكون. هو كان بيغير على الارض، يغير فكر عشان بيخلق جو. هو عايز اقول لك ان في دوله من الدول الكبيره تولى فيها الاخوان السلطه، دوله على فكره دوله كبيره ودوله يعني ودوله في قلب اوروبا. وروح شوفوا الناس عامله ازاي هناك. ابتدوا بدل ما كان شعب، هو شعب علماني، شعب اوروبي، شعب يعني، ابتدى يتكلم عن الحجاب، وابتدى يضرب الناس السيدات، يضربوا السيدات مش محجبات، ابتدوا يتكلموا عن الحرام والحلال بشكل وحش، بشكل وحش. الدخول في تفاصيل الناس واستخدام الدين في هذه التفاصيل ملوش علاقه بالدين. طيب استاذ احمد، هو بيعمل ارضيه، يعني هو بيعمل ارضيه، ده اخطر ما في التنظيم. احنا تخلصنا من تنظيم الاخوان، تخلصنا، لكن احنا لكن تداعيات يعني السنه اللي حكمها الاخوان المسلمين لمصر كبيره الحقيقه على البلد. يعني اعتقد انه البلد دفعت ثمن السنه دي غالي اقتصاديا وعلى صعيد العلاقات الدبلوماسيه الدوليه، ثمن كبير جدا دفعته بلدنا يعني لمجرد حكمهم لينا سنة. ده حقيقة، وده دي القصة اللي هتروى فيها بعد، يعني لما نشوف احنا بعد كده حجم التحديات اللي واجهتها السلطة الحالية في إدارة الدولة بعد 30 يونيو ضخمة جدا. ولذلك حتى تجد الرئيس السيسي بيقول لك ايه، انا كان ممكن اقدر احل، بس يعني السلطة في الوقت ده كانت صعبة جدا، يعني لانه حجم التحديات ضخمة، عندك اقتصاد يعني واقف على الحرف. انا اتذكر كلمه قيلت لمحافظ البنك المركزي اللي سلم الرايه للمحاسب، الاحتياطي النقدي كان متراجع طارق عامر، قال له البلد بين قوسين مفلسه. صحيح. على مستوى الارهاب، على مستوى الاقتصاد، على مستوى الارهاب، يعني هم يعني حاولوا يقسموا ظهر الدوله، يعني 3200 شهيد اعلان رسمي، 3200 شهيد، حوالي 10,000 مصاب، أسر مكلومة، روح معنوية تكاد تكون منخفضة، ضرب من كل حتة، ضرب من كل ناحية، هجوم في كل ناحية، محاولة تجميد عضلات مصر في أفريقيا، محاولة ضرب، اختلاق أزمات، معلومات طول اليوم،
الاقتصاد نفسه يعني لا لا كانت حرب شرسة. انا اتصور انه النجاح اللي حالف الدولة بعد 30/6 برضو قصة ثروة، قصة ثروة، لانه ده تحدي ضخم جدا جدا. احنا لسه رغم التحديات برضو التحدي كان الاكبر كان الارهاب، وكانت محاولة تسوير مصر. حتى انا اتذكر كلمة الرئيس السيسي بيقول ان محاولة تحريك الناس بالكذب وبالشائعات دي محاولة ضخمة متعبة مرهقة، على فكرة مرهقة جدا. شعب ضخم وشعب كبير، الوعي بيرتفع من حين لآخر بس في وعي منخفض. احنا لحد الآن زي ما قلت حضرتك ان هذا التيار موجود بفكره، موجود بين الناس، موجود بفكره، ومن حين لآخر بيقلب عليك مشاكل ويعمل معاك مشاكل من حين لآخر. احنا قضينا عن تنظيم الإخوان لكن لسه فكر الإخوان، وانا اتصور دي المعارك اللي جايه يعني. واحنا خلال الفتره دي بالفعل بنواجه الفكر بالفكر. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. استاذ احمد طيب. الخطيب رئيس التحرير التنفيذي لجريده الوطن، الف شكر ليك. شكرا. شاهدينا لسه تغطيه القناه الاولى مستمره مع حضراتكم لحد الساعه 12 بعد منتصف الليل.